أهلا بكم إلى الظهيرة، نقدمها لكم من الميادين. ومن دمشق لمواكبة زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا. ومن إسطنبول في تغطيتنا تركيا بوسفور الانتخابات. وفي عناوينها لليوم. الأسد يستقبل رئيسي في دمشق مشددا على استقرار العلاقات بين البلدين برغم العواصف السياسية والأمنية، ورئيسي يؤكد أن سوريا حققت الانتصار برغم العقوبات. إردوغان يؤكد العمل لتحرير البلاد من الاعتماد على طاقة الخارج، وكليتشدار أوغلو يحذر من التلاعب بتفضيلات الناخبين عبر الإنترنت. المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الجريئة نحو إنهاء الصراع، ويؤكد أن التعاون الإقليمي يساهم في تهيئة البيئة الملائمة. سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يؤكد أن الناتو نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية قرب روسيا. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا محمد. في اقتصاد الظهيرة لليوم، الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقييد مرور البضائع عبر الأراضي الروسية ضمن الحزمة 11 من العقوبات الاقتصادية. نستهل الظهيرة بالزيارة الاستراتيجية التي يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسوريا. وللغاية ننتقل إلى فريق الميادين في دمشق معك كمال خلف. مرحبا بك مجددا. حياك الله محمد، وتحية أيضا للزميلة فتون، وتحية للمشاهدين من هنا من العاصمة السورية دمشق. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العلاقات بين سوريا وإيران غنية بالمضمون وكذلك بالتجارب. ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد قوله خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العلاقات الإيرانية السورية كانت في الفترات العصيبة مستقرة على الرغم من العواصف السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. بدوره قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن سوريا حكومة وشعبا اجتازت مصاعب كبيرة وعبرت كل المشكلات، مؤكدا أن سوريا حققت الانتصار على الرغم من التهديدات والعقوبات التي فرضت عليها. وفي تصريحات قبيل توجهه إلى سوريا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه بات واضحا للجميع أنه لا بد أن يكون للحكومة السورية حق السيادة على جميع أراضيها. وأشار رئيسي لأن فصائل المقاومة والشعب السوري وشخص الرئيس الأسد والحكومة أثبتوا أنهم صامدون في وجه هذه الهجمات عليهم، متمنيا أن تكون الزيارة مفيدة ومؤثرة وسبيلا إلى تنمية العلاقات الإيرانية السورية وتوسيعها. الرئيس السوري بشار الأسد كان استقبل نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في قصر الشعب وسط مراسم استقبال رسمية تخللها عزف للنشيدين الوطنيين لسوريا وإيران واستعراض لحرس الشرف. ويرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة وزراء الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات إلى جانب مسؤولين آخرين. وتعد الزيارة تاريخية وتأتي كأول زيارة لرئيس إيراني لدمشق منذ 13 عاما. معي مباشرة من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. نتابع معك محمد الزيارة وتفاصيلها، تفضل. مساء الخير كمال. تجري حتى هذه اللحظة المحادثات بين الرئيسين الأسد ورئيسي بعد محادثات كانت بحضور الوفدين الرسميين. هناك وفد كبير يرافق الرئيس الإيراني يضم كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، وزير الخارجية ووزير الدفاع، وفي ذلك إشارة لافتة للملفات أيضا العسكرية والأمنية، وهناك وزير الإسكان وبناء المدن ووزير النفط ووزير الاتصالات. المحادثات
المحادثات تناولت أساسا تعزيز التعاون الاستراتيجي بمعناها العريض، بالمعنى السياسي والعسكري والأمني وكل هذه القضايا المطروحة في العلاقات الثنائية، إضافة إلى التعاون في شقه الاقتصادي والذي شكل عنوانا بارزا في هذه الزيارة وفي هذه المحادثات، ضمن جملة كبيرة من مشاريع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المتوقع توقيعها هذا اليوم في ختام هذه المحادثات. طبعا هناك تعويل كبير على التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بشكل أساسي، دعم إيراني لهذا القطاع الحيوي في سوريا، التعاون في مجال التبادل التجاري، في مجال السكك الحديدية والنقل البحري والجوي، في الواقع يعني طيف واسع جدا من هذه العناوين. هناك استقبال شعبي ورسمي كبير كان لضيف سوريا الكبير الرئيس الإيراني لأول مرة يزور سوريا، أو أول زيارة لرئيس إيراني منذ عام 2010، منذ 13 عاما، وهذا أيضا أول رئيس يزور سوريا بهذا الاستقبال الرسمي، بمعنى هذه البروتوكولات المتعلقة باستعراض حرس الشرف والنشيدين الوطنيين وكل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة. جدول الأعمال كما في ذكرنا في هذه التغطيات وتفضلت طويل وكبير، هناك له زيارة إلى السيدة زينب ولقاء شعبي وزيارة لها طابع ديني مساء هذا اليوم، هناك لقاءات أيضا مع رئيس الحكومة السورية، رئيس مجلس الشعب السوري، الذين سوف يلتقون بالرئيس الإيراني في مقر إقامته يوم غد. هناك لقاء أيضا حيوي وعنوان رئيسي مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سوريا، الرئيس الإيراني يريد أن يستمع مباشرة من هذه الفعاليات عن تعزيز وتطوير هذا التعاون بين البلدين، إضافة بطبيعة الحال إلى لقاءات أخرى مع أفراد الجالية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. المواقف محمد، استمعنا لموقف وتصريحات للرئيس السوري بشار الأسد وللرئيس الإيراني خلال الاجتماع الموسع، ونقلناها طبعا عبر شاشة الميادين. هل سنتابع مواقف أخرى من الرئيسين معا خلال اليوم أقصد؟ نعم، يفترض بطبيعة نعم في ختام هذه المحادثات من المقرر أن يكون هناك إيجاز صحفي لهذه المحادثات، لهذه الاتفاقيات التي سوف يجري التوقيع عليها هذا اليوم. الكلام الرئيس الأسد كان هو في مستهل استقبال الرئيس الإيراني، وأشار إلى متانة هذه العلاقات وغناها بالمضمون وبالمعنى وصمودها رغم هذه العواصف العاتية التي مرت على المنطقة. الرئيس الإيراني بدوره رد حول انتصار سوريا رغم كل ما واجهته من تحديات وظروف وحروب، ودعم إيران الثابت لسوريا حكومة وشعبا في مواجهة كل ما يتهدد السوريين من تحديات كحروب أو حتى في مجال العقوبات الاقتصادية التي تئن وتضغط على الاقتصاد السوري وعلى الشعب السوري. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين في دمشق. مشاهدينا، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان قد وصف العلاقات بين إيران وسوريا بالاستراتيجية والمهمة، وشدد في حوار أجرته معه قناة الميادين عشية الزيارة على أن طهران لن تتردد أبدا في دعم جبهة المقاومة. نعتقد أن العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة، وهذه العلاقات سوف تستمر، وسفري إلى سوريا هو في إطار هذه العلاقات بين إيران وسوريا، ونحن نؤكد ترسيخ هذه العلاقات لكي تكون علاقات أفضل وتتطور، لكي تكون علاقات أمنية وعلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية. ونحن أيضا نؤكد في حكومتنا اتخاذ القرارات لتقوية جبهة المقاومة، وأعلننا دائما أننا لسنا نادمين بأي شكل من الأشكال ولن نندم على تقوية جبهة المقاومة، ونؤكد دعم جبهة المقاومة وتقويتها. والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بشكل واضح ولن نخفي ذلك، فقد أعلن ذلك سماحة القائد وكذلك الحكومة تبعا لتلك السياسة، أعلنت مرات عديدة أننا لا نتردد أبدا في دعم جبهة المقاومة ولن نتردد أبدا. زيارتي لسوريا هي في إطار دعم جبهة المقاومة، إنها تأتي في هذا الإطار. شراكة اقتصادية بين سوريا وإيران أسهمت في دعم الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب والحصار، البلدان يعتزمان النهوض بالتبادل التجاري عبر تسهيل التحويلات المالية وإطلاق استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء. هذا تقرير لمحمد الخضر.
لا يكاد يوجد مجال اقتصادي إلا وغطته الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين دمشق وطهران. 11 اتفاقية تعاون في مجالات النفط والزراعة والكهرباء والاستثمار والتبادل التجاري، وأخرى للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد. اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 شكل نقطة تحول أخرى دعما لصمود الاقتصاد السوري في وجه حرب أتت على كل مقومات الإنتاج. قروض ائتمانية بمليارات الدولارات توفرت خصوصا حاجة سوريا من النفط الإيراني. طبعا العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية هي علاقة استراتيجية وسياسية قوية، حتى العلاقة الاقتصادية قوية على المستوى، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وقفت أي يوم بمساعدة سوريا والشعب السوري. يعني العقوبات الغربية ومصاعب التحويل المالي وضعف خطوط النقل عرقلت كلها النهوض بالتجارة بين الجانبين. اجتماعات اللجنة العليا الإيرانية السورية قبل أيام أعادت مشروع المصرف المشترك إلى الواجهة كوسيلة لمواجهة العقوبات ووضع مسودة استثمارات إيرانية ضخمة في إنتاج الطاقة الكهربائية تنعش أحد أكثر القطاعات تضررا في سوريا. اقترحت إيران أن يكون هناك خط ائتماني آخر حوالي بمليار وأكثر يورو للاستثمار في مجال الطاقة، إن كان نفط غاز، وكله يصب في مجال الكهرباء. أعتقد هذا سيكون مشروع بناء أو فكرة بناء خلال المرحلة المستقبلية. اللجان الوزارية المشتركة وضعت مشروعات اتفاقيات تنهض بالتعاون الاقتصادي، إطلاق مصرف وشركة تأمين مشتركة وزيادة عدد الرحلات الجوية وتفعيل خطوط النقل البحري، مشروعات تنتظر التوقيع خلال زيارة الرئيس الإيراني. الإرادة السياسية الصلبة لدى الحكومتين وحاجة سوريا وإيران إلى الارتقاء بتعاونهما الاقتصادي إلى مستوى الشراكة تسهل لدرجة كبيرة عملية الانتقال بتلك الاتفاقيات الطموحة إلى مشروعات تعاون يلمسه السوريون والإيرانيون في البلدين. محمد الخضر، دمشق، الميادين. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي نافذتنا من دمشق، ونعود إلى استديوهات الميادين في بيروت وإلى الزميلين محمد وفتون. وكذلك فاتني توجيه التحية في بداية النافذة إلى زميلتي في إسطنبول وفاء سرايا وفريق عمل الميادين هناك، حياكم الله جميعا. على كل حال كمال، أنتم وفريق الميادين ترصدون مباشرة هذه الزيارة وترقبونها في الأهمية الاستراتيجية التي تحملها بالشكل والمضمون في لحظة مفصلية في المنطقة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتحديدا قطاع الكهرباء السوري الذي يعاني بسبب الحصار والعقوبات. كيف راقبتم هذه الأهمية الاستراتيجية من دمشق مباشرة كمال؟ فتون، الملف الاقتصادي كما تعرفي جيدا هو ملف شائك ومقلق بالنسبة للسوريين، والانتصار الذي حققه الحليفان السوري والإيراني في الحرب على الإرهاب والحرب الخارجية ما كان له أن يكتمل دون تخطي عقبة الاقتصاد في سوريا. هناك آمال كبيرة تعلق هنا في دمشق، آمال رسمية وشعبية، على أن تكون هذه الاتفاقات الثنائية بين الدولتين فاتحة خير لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وسنتابع الآن فتون معك ومع المشاهدين كلمة للرئيس السوري بشار الأسد، نتابع. أهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس، يسعدني أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في زيارتكم اليوم إلى سوريا. وأنتم تعرفون تماما عن العلاقات العريقة بين بلدينا والتي تأسست منذ أكثر من 4 عقود. هذه العلاقات غنية عن التعريف، غنية بالمضمون، غنية بالتجارب، وغنية بالرؤية التي كونتها. ولأنها كذلك كانت خلال تلك الفترات العصيبة علاقة مستقرة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. هذه العواصف التي غيرت مفاهيم ونسفت أسس ودمرت دولا بأكملها، لكنها لم تتمكن من
التأثير على الرؤية الثابتة المشتركة بين بلدينا للأحداث التي كانت تمر. أثبتت هذه الرؤية المشتركة أنها مستندة إلى أسس صحيحة وثابتة، مستندة إلى قيم، مستندة إلى مبادئ، مستندة إلى عقائد، ومستندة وهو الأهم إلى مصالح الشعوب وإلى سيادتها واستقلالها. العلاقة بين بلدينا بنيت على الوفاء. عندما شنت حرب ظالمة ضد إيران في عام 1980 لمدة 8 سنوات، سوريا لم تتردد بالوقوف إلى جانب إيران بالرغم من التهديدات والمغريات في ذلك الوقت. وعندما شنت الحرب ضد سوريا منذ 12 عاما لم تتردد إيران في الوقوف إلى جانب سوريا بالرغم من التهديدات والمغريات أيضا، ولم تتردد في تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي، بل قدمت دماء، والدماء هي أغلى شيء يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان. أما الرؤية المشتركة فقد ميزت بين الواقعية السياسية وبين المقامرة السياسية. نحن وأنتم لم نقامر بالسياسة على الإطلاق، لم نضع مصير دولنا وشعوبنا في يد الأجانب أو الأجنبي، وإنما راهنا على انتصار الحق في النهاية وربحنا الرهان. لكل هذه الأسباب زيارتكم اليوم هامة، ها أهميتها تنطلق من عمق العلاقات بين بلدينا. هذا العمق المنطلق من الماضي والمتجه إلى الأمام بثقة وبثبات باتجاه المستقبل. مرة أخرى أرحب بكم سيادة الرئيس في سوريا والوفد المرافق لكم، وأتمنى أن نتمكن في هذه الزيارة من تحقيق النتائج التي ترقى لمستوى طموحات شعبينا وتحقق مصالح بلدينا. كانت تلك مواقف الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الآن سنعود إلى زملائنا في استوديو بيروت، وكنت أجيب فتون على سؤالك، وتفضلوا باستكمال الظهيرة. شكرا لك كمال. بدورنا ننتقل إلى تركيا هذه المرة لمتابعة آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 من الشهر الحالي. بطبيعة الحال للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الزميلة وفاء سرايا هذه المرة من نافذتها حول التحضيرات لهذه الانتخابات. إليك. مساء الخير محمد، التحية موصولة كذلك للزميلة فتون وللزميل العزيز كمال خلف والفريق الميادين المتواجد في دمشق لمواكبة هذه الزيارة المهمة للرئيس رئيسي إلى العاصمة السورية. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في إطار تغطيتنا تركيا بوسفور الانتخابات، ونبدأ نافذتنا بتجديد الرئيس التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بقوله على أن حكومته تعمل جاهدة لتحرير بلاده من الاعتماد على الطاقة من الخارج، وجاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع في مدينة قونيا. أردوغان أكد أن تركيا ستصبح بعد الآن دولة مصدرة للطاقة، وقد أعلن عن كشف بترولي ضخم جنوب شرقي تركيا من المنتظر أن يصل حجم إنتاجه اليومي إلى 100,000 برميل. حذر في المقابل مرشح تحالف الشعب كمال كليتشدار أوغلو من أي محاولات للتلاعب بتفضيلات الناخبين عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وتوجه إلى عدد من المسؤولين قائلا: سيقودكم عالم الوب المظلم إلى الذي تحاولون التعامل معه إلى أيدي الاستخبارات الأجنبية. الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ردت على إعلان أردوغان إنتاج طائرات تركية مقاتلة جديدة، وقالت بولدان إن الشعب التركي لا يحتاج إلى حروب أو قنابل تمطر من طائرات مقاتلة في غياب سياسات السلام، ووصفت بولدان خطاب أردوغان بالعاري والخطيئة.
في الأثناء تتواصل عملية التصويت للناخبين الأتراك المسجلين في الخارج عند البوابات الحدودية مع اليونان وبلغاريا. ومنذ انطلاق عملية التصويت في المعابر الجمركية في 27 من الشهر الماضي، أدلى نحو 2600 شخص في المعابر مع اليونان وبلغاريا بأصواتهم. هذا وتستمر عملية التصويت عند المعابر الجمركية الأوروبية حتى الساعة 5 من مساء يوم الأربعاء أو 14 عفوا من أيار مايو المقبل. والآن تنضم إلينا شبكة مراسلين في هذه النافذة. نرحب بموفدة الميادين تحديدا الزميلة فرح عمر وهي معنا من بوردر هذه المرة، وأيضا الترحيب موصول بالزميل عمر كايد وهو متواجد في أسكي شهير، وأعتقد لا أعلم إذا كنت لفظت اسم المنطقة بشكل صحيح زميلي عمر. إذا أولا سأبدأ معك عمر من هذه المحافظة التي تقع بغرب وسط الأناضول، بداية عرفنا أكثر على هذه المنطقة وهذه المحافظة وهذه المدينة، وما هي طبيعة التركيبة السياسية التي تميزها؟ نحن نتجول في مناطق وسط الأناضول. وسط الأناضول هناك 13 محافظة. هذه المناطق هي مناطق ريفية بشكل كبير، فيها مناطق زراعية كبيرة، وهناك وهي منطقة تاريخية وأثرية كبيرة. هذه المناطق المحافظات 13 فيها 97 مقعد. يسيطر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي جرت عام 2018 على 51 مقعد، بينما الحزب الجمهوري والتيار القومي متساويين تقريبا ب 23 إلى 25 مقعدا. التيار القومي كما نعلم انقسم إلى قسمين، الحركة القومية والحزب الجيد، فتقاسموا تقريبا الأصوات فيما بينهم. سبب سيطرة حزب العدالة والتنمية على هذه المنطقة هي أن طابعها محافظ، وطابعها محافظ يعود إلى أسباب تاريخية، حيث كان هنا يتركز نفوذ الدولتان السلجوقية والدولة والخلافة العثمانية. هذه المنطقة إسكي شهير، واسمها بالتركي إسكي شهير أي المدينة القديمة. هنا هذه أول مدينة يسيطر عليها العثمانيون، يسيطر عليها المؤسس عثمان هذه المدينة، وينتقل من العيش من الخيام إلى العيش في الحضر في المدن الحضرية. لهذا سميت المدينة القديمة، يعني هي أول مدينة سيطر عليها العثمانيون. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بورصة، حيث تبعد نحو 150 كيلومترا. هناك في بورصة كانت العاصمة الأولى للدولة العثمانية. في إسكي شهير وفى هناك 7 مقاعد، 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، وهناك مقعدين للحزب الجمهوري، ومقعد للحركة القومية، ومقعد للحزب الجيد في هذه المنطقة. في رسائل أخرى سنتحدث أكثر عن التقسيمات وتوزع المقاعد في الولايات الأخرى في وسط الأناضول. إسكي شهير هي غرب وسط الأناضول، بينما أنقرة كانت في وسط الأناضول. يعني جميل يا عمر بأننا نتعرف معك ومع الزملاء المنتشرين في هذه الولايات والمدن التركية، ليس فقط على تركيبتها السياسية تحالفاتها الانتخابية، بل أيضا على إرثها الحضري والثقافي، وهذا جميل جدا أيضا بالإضاءة عليه في هذه الفترة. سأنتقل إليك تحديدا فرح عمر، وأنت معنا هذه المرة أيضا من بوردر، ظهرت بإطلالتين سابقتين كذلك من بوردر وأسبرتا، وتحدثت بشكل واضح عن هذه المعالم. أنا سأبحث معك أو سأنطلق بهذه النافذة من المناطق المحيطة بها بالبعد الانتخابي. قلت بأن بوردر وأسبرتا يسيطر عليها أو يحظى حزب العدالة والتنمية بالأغلبية، أغلبية المقاعد في البرلمان، وهذا ما ورد أو ما حصل في الانتخابات الماضية. ماذا عن باقي المناطق التي يمكن زرتيها أو تعرفت على خارطة التحالفات الانتخابية فيها؟ نعم، وفتحية لك ولجميع المشاهدين. بعد بوردر وأسبرتا نحن أيضا على مقربة من مدينة أفيون التي تعد أيضا من أبرز معاقل حزب العدالة والتنمية. هذه المنطقة التي خصصت لها 6 مقاعد نيابية في البرلمان التركي، واستطاع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عام 2018 أن يحظى ب3 مقاعد فيها في مقابل مقعد واحد للحركة القومية حليفه آنذاك، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري، ومقعد لحزب الجيد. في الانتخابات البرلمانية الماضية استطاعت
تحالف الجمهور يحظى بأغلبية الأصوات هنا بنسبة بلغت 69%، انقسمت بين 55% لحزب العدالة والتنمية و14% لحليفه الحركة القومية. اليوم في هذه الانتخابات تحديدا يخوض هذين الحزبين الانتخابات البرلمانية بقوائم منفصلة، وبالتالي الشعبية الكبيرة التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية لن تتأثر بهذا الانقسام بين الحزبين في هذه المدينة، ولكن وطبعا بطبيعة الحال مع تراجع شعبية الحركة القومية في هذه المدينة، وهذا كان واضحا في الانتخابات البرلمانية والبلدية السابقة. ولكن على المقلب الآخر هناك ترتفع الحظوظ لحزب الجيد في مدينة أفيون، وهذا كان واضحا في الانتخابات البلدية السابقة حينما يعني ترشح مرشح لحزب الجيد في مقابل مرشح لحزب العدالة والتنمية ونال نسبة متقاربة من مرشح حزب العدالة والتنمية، حيث حصد 39% في مقابل 43% لمرشح حزب العدالة والتنمية. وبالتالي من هنا نحن نتحدث هنا في عام 2019، وبالتالي حزب الجيد يعمل على تكثيف حملاته الانتخابية من أجل زيادة حظوظه في هذه المدينة مدينة أفيون من أجل منافسة حزب العدالة والتنمية تحديدا في هذه المدينة. وفاء، شكرا جزيلا لك فرح عمر، والشكر موصول أيضا للزميل عمر كايد. وبالانتقال إلى مواقف السياسة الخارجية، أكد وزير الخارجية التركي أن انسحاب الجيش التركي من سوريا هو طلب غير واقعي قبل تحقيق الاستقرار هناك، ولفت إلى أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا قد يجتمعون في موسكو يوم الأربعاء المقبل. بالتوازي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار أنه يجري التخطيط لاجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا خلال هذا الأسبوع. وأضاف أكار أن الاجتماع سيعقد في مدينة إسطنبول يوم الجمعة المقبل بهدف مناقشة اتفاقية تصدير الحبوب. مرت العلاقات الإيرانية التركية بكثير من المنعطفات والمتغيرات على مر العقود السابقة، إلا أن البلدين تمكنا من الحفاظ على صداقتهما وتطوير علاقتهما ضمن إطار ثابت يضع المصالح الوطنية للبلدين فوق كل اعتبار. فأي مسار تسلكه هذه العلاقات إذا تغيرت خريطة تركيا الداخلية؟ تقرير مالك عادل. العلاقات الإيرانية التركية في مسارها الصحيح، موقف يتكرر على لسان المسؤولين الإيرانيين في الآونة الأخيرة. فطهران وأنقرة تخطيتا حدود الجوار وتحولتا إلى شريكين إقليميين يمتلكان قواسم سياسية مشتركة كرفض ازدواجية معايير الغرب ومكافحة الإرهاب ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونهما الداخلية. تطبيع تركيا لعلاقاتها مع سوريا والسعودية والإمارات يسهم بشكل كبير في تحسين العلاقات الإيرانية التركية وزيادة أوجه الاشتراك بين البلدين، كما إن تعاون تركيا وإيران لحفظ استقرار سوريا في إطار مسار أستانا والاجتماع الرباعي الأخير لوزراء الدفاع في موسكو من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي. صحيح أن الجارين يشتركان في حدود جغرافية تبلغ نحو 500 كيلومتر، إلا أنهما يختلفان إقليميا في قضايا عديدة، بل ويقفان على طرفي نقيض في ملفات دولية كسوريا مثلا وجنوب القوقاز والعلاقة بإسرائيل. ومع هذا كله يفضل البلدان اتباع الطرق الدبلوماسية لتسوية الخلافات وحلها. لدى إيران وتركيا تلاحم ثقافي واقتصادي وجيوسياسي واستراتيجي، وهذا يحتم على البلدين التعاون وتوفير الأمن توفيرا كاملا للمنطقة، إضافة إلى أن هذا التعاون من شأنه التأثير بفعالية في اقتصاد البلدين. تداخل المصالح والشراكات الأمنية دفع البلدان إلى تجاوز المشكلات والمضي قدما نحو مزيد من تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية. فالإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا إلى نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 15%، مع تأكيد ثنائي على إيصال التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار. ثبات العلاقات واستقرارها بين دولتين مهمتين كإيران وتركيا لهما انعكاسات إيجابية على استقرار المنطقة، وهو ما قد يفضي بحسب مراقبين إلى حل الأزمة السورية وخفض التوتر في القوقاز
عما قرب. مالك عابد، طهران، الميادين. ومع تقرير الزميل مالك عابد نصل إلى ختام نافذتنا في الظهيرة. أعود وألقاكم على رأس الساعة، وأدعوكم أيضا لمتابعة هذه التغطية بضيفنا وهو المرشح الرئاسي سنان أوغان. الآن عودة لمتابعة نشرة الظهيرة مع الزميلين محمد جرادي وفتون عباسي، إليكما. شكرا جزيلا لك وفا. مستمرون بتقديم هذه الظهيرة وفيها بعض الفاصل. الحوار المصري ينطلق بمشاركة واسعة وفعالة من جميع القوى السياسية المختلفة. جديد، مرحبا بكم إلى الظهيرة. أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات البحرية في حرس الثورة احتجزت ناقلة نفطية مخالفة تحمل علم بنما في مياه الخليج قرب مضيق هرمز. وأشارت الوكالة إلى عدم وجود معلومات إضافية عن الحدث، ولم ترد أي تفاصيل عن أسباب احتجاز ناقلة النفط. وكان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الخليج أعلن أن إيران احتجزت ناقلة نفط في مياه الخليج في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ أنه أجرى مناقشات صريحة ومفصلة وبناءة في صنعاء حول كيفية المضي قدما، قائلا إن ما سمعه من المسؤولين شجع. جروندنبرغ الذي توجه إلى عدن لاستكمال مشاوراته دعا الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الجريئة نحو إنهاء الصراع، معتبرا أن التعاون الإقليمي يساهم في تهيئة البيئة الملائمة الحالية. وأعلن أنه سيناقش حواراته مع اليمنيين لاحقا مع المسؤولين في عمان والسعودية. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع مساء أمس. غارات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد استهدفت عددا من المواقع التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، إضافة إلى أرض زراعية جنوب حي الزيتون ومواقع في غرب خان يونس وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة. يا الله يا الله. عن سبق إصرار، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الشيخ الأسير خضر عدنان ظنا منه أن جريمته ستمر مرور الكرام، لكن كلمة المقاومة وككل مرة جاءت سريعة وموحدة. رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية تقع فيما يسمى غلاف غزة كرد أولي على الجريمة الإسرائيلية، رد أدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين، وترجم وعيد المقاومة بعدم ترك الأسرى وحدهم فريسة للاحتلال. لا يمكن أن تكون هذه الجريمة بدون رد، ونحن في حركة الجهاد الإسلامي نفتخر بهذا الإجماع الوطني وهذا الإصرار من جميع الفصائل أن تكون يد واحدة في الرد على العدو الصهيوني وعلى جريمته النكراء. ليلا دخل التصعيد الإسرائيلي منعطفا آخر مع شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مواقع للمقاومة وأراض زراعية في مختلف محافظات القطاع. قصف أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وردت عليه المقاومة بمزيد من الرشقات الصاروخية واستهداف الطيران المعادي بوابل من صواريخ الدفاع الجوي. الأسرى بالفعل هم خط أحمر حذرنا الاحتلال في كل مرة أن نتجاوز هذا الخط الأحمر، يعني تفجير الأوضاع في كل المنطقة. هناك تكامل للفعل النضالي في كل الساحات والجبهات، وهذا رسخ عبر هذه المعركة العظيمة التي حدثت ليلة أمس هنا في قطاع غزة. قضية الأسرى قضية وطنية، ولا تريد المقاومة أن تتكرر عمليات اغتيال مع أسرى آخرين، ولا يمكن أن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدما بهذه الجرائم.
تثبت المقاومة الفلسطينية إذن معادلتي القصف بالقصف ووحدة الساحات، وتؤكد بردها الحاسم على جريمة اغتيال الشيخ عدنان أنها ستبقى على الدوام الدرع الحامية للأسرى في مواجهة جرائم الاحتلال المتصاعدة. تؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحساب مفتوح وأن كل الساحات والخيارات ستبقى مشرعة للرد على جريمة اغتيال الشيخ عدنان، والتي مثلت بإجماع الفلسطينيين تجاوزا لكل الخطوط الحمر. أكرم دلول، غزة، الميادين. تنطلق في القاهرة اليوم أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة الحركة المدنية الديمقراطية وحركة الشباب 6 أبريل وعدد من الشخصيات السياسية والناشطين المفرج عنهم من السجون في العام الماضي. إدارة الحوار الوطني المصري كانت أعلنت في بيان أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. وأفاد البيان بأن الانطلاق سيكون بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية تشارك فيها فئات الشعب المصري كافة على طاولة واحدة. أعلن الجيش السوداني استقرار الأوضاع في جميع أنحاء البلاد باستثناء وقوع اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم نتيجة لخرقها المستمر للهدنة المعلنة وفق تعبيره. وفي المقابل اتهم الدعم السريع الجيش بمواصلة خرق الهدنة مؤكدا سيطرته على 90% من الخرطوم. وأضاف بيان الدعم السريع أن قواته استمرت في إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعاية الدول الشقيقة وفتح الممرات الإنسانية، متحدثا عن إطلاق 27 أسيرا من الجيش شمال كردفان بعد وساطة قادتها مجموعات محلية. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إن مخاطر حدوث تصادم مسلح بين الناتو وروسيا هي حقيقية جدا. وفي تصريح لمجلة فورين أفيرز شدد ميلي على أن عواقب التصعيد وخيمة جدا، ورأى أن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، مؤكدا أنها ستبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم حدوث ذلك وفق تعبيره. أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة تنتهك الاتفاقات الدولية من خلال الاستعداد غير الرسمي لاستئناف تجاربها النووية. في مقابلة مع صحيفة إزفستيا قال باتروشيف إن حلف الناتو نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية وعزز تدريب وحداته وحدث البنية التحتية العسكرية بالقرب من روسيا. باتروشيف أضاف أن الغرب يستخدم الآن ضد روسيا نشاط المنظمات الإرهابية والمتطرفة بالطريقة نفسها التي استخدمها في التسعينيات بشمال القوقاز. شهدت الحدود بين البيرو وتشيلي مواجهات بين القوى الأمنية ومئات اللاجئين. وكان رئيس البيرو أعلن حالة الطوارئ على حدود بلاده وأمر بنشر قوات لتعزيز نقاط التفتيش ومنع المهاجرين غير الشرعيين من اجتياز المعبر الحدودي، ما جعلهم عالقين في مخيمات مؤقتة بانتظار العودة إلى أوطانهم أو أي وجهة أخرى. في الصين استمتع الآلاف بمهرجان المعبد الذي تستمر احتفالاته 12 يوما. تضمنت هذه الاحتفالات مواكب الفنانين والراقصين الذين أدوا لوحات خلابة على خشبة المسرح مرتدين الأزياء الوطنية، إضافة إلى عروض الموسيقى الإلكترونية والألعاب النارية وكرنفال المهرج الدولي وفنون شعبية صينية تقليدية. والآن إلى الموجز الاقتصادي في هذه الظهيرة، ومجددا معك عبد الله ظاهر. مرحبا مجددا. مرحبا محمد، مرحبا فتون. أهلا عبد الله.
أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تقييد مرور البضائع عبر الأراضي الروسية كجزء من الحزمة 11 من العقوبات. ويهدف الاقتراح بحسب المفوضية الأوروبية إلى مكافحة التحايل على العقوبات، كأن يغلق بعض السفن أجهزة الإرسال والاستقبال للرسو في الموانئ الروسية من دون علم الجهات الرقابية. وفي هذا السياق كشفت وكالة بلومبرغ أن إمدادات النفط البحرية من روسيا تتزايد تدريجيا وقد بلغت 4 ملايين برميل كل يوم خلال الأسبوع الماضي. أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونمز عن اتفاق مع شركة غازبروم الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي. دونمز أكد وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا وغازبروم، مشيرا إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة. وكانت الحكومة التركية قد تمنت أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024. نبقى في تركيا، حيث طلب البنك المركزي إلى المصارف التجارية الحادة من بيع الدولارات للجهات التي لا تحتاج إليها بصورة ملحة وإعطاء أصحاب الودائع بالليرة الأولوية. وأفادت مصادر مطلعة بأن المركزي التركي كان قد مارس ضغوطا على المصارف المحلية طوال الأشهر الماضية للحد من مشترياتها بالدولار من سوق الانتربنك بهدف دعم الليرة. وأوضحت أن نظام الادخار بالليرة مدعوم من الحكومة لأنها تعطي عائدا على الودائع بالليرة أعلى بكثير من العائد على الودائع بالدولار. تباطأ التضخم السنوي في تركيا لنحو 43% وهو أقل التوقعات، ما اعتبره الخبراء مخيبا لأمال المواطنين قبيل الانتخابات. ويذكر أن التضخم المرتفع يزيد الضغوط على الليرة التركية التي فقدت نحو 4% من قيمتها منذ مطلع هذا العام و45% من قيمتها في العام 2022. تراجعت أو انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، كما انخفضت عقود خام برنت إلى أقل من 75 دولارا. ويأتي ذلك بسبب المخاوف من قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية السلبية، ولا سيما تلك المتعلقة بتراجع التوظيف، فضلا عن المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها الحكومي. أعلن البنك المركزي المصري أن عجز حسابات المعاملات الجارية تحسن بين تموز يوليو وكانون الأول ديسمبر من عام 2022. وقال البنك المركزي أن قيمة العجز بلغت 1,800,000,000,000 دولار نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 15.5 مليار ودخول نحو 12 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي بفضل تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليكم محمد وفوتون. الظهيرة انتهت. إليكم تفكيرا بالعناوين. الرئيس الأسد يستقبل رئيسي في دمشق مشددا على استقرار العلاقات بين البلدين برغم العواصف السياسية والأمنية. ورئيسي يؤكد أن سوريا حققت الانتصار برغم العقوبات. أردوغان يؤكد العمل لتحرير البلاد من الاعتماد على طاقة الخارج، وكليتشداروغلو يحذر من التلاعب بتفضيلات الناخبين عبر الإنترنت. المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الجريئة نحو إنهاء الصراع، ويؤكد أن التعاون الإقليمي يساهم في تهيئة البيئة الملائمة. سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يؤكد أن الناتو نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية قرب روسيا. وكان في أخبار الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقييد مرور البضائع عبر الأراضي الروسية ضمن الحزمة 11 من العقوبات الاقتصادية. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين. إلى اللقاء.